عناصر فرقة البحث والتدخل لابيري من توقيف عناصر الشبكة الإجرامية أين كانوا بصدد تنقل على متن مركبة سياحية، وأثناء إخضاع هذه الأخيرة للتفتيش الدقيق عثر بداخلها على كمية من المخدرات الصلبة قدرت ب 11.18 غرام من الكوكايين، وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص بناء على إذن بالتفتيش لمسكن أحد الأشخاص، تم ضبط كمية من الألعاب النارية بمختلف الأنواع والأحجام قدر عددها ب 26462 وحدة، بالإضافة إلى 277 قطعة سلاح أبيض من نوع كرونداري، بالإضافة إلى كمية من السجائر من مختلف الأنواع قدر عددها ب 7460 وحدة، بالإضافة إلى 1175 وحدة من تبغ الترشق شمة و 820 وحدة تبغ معسل، مع مبلغ مالي قدر ب 42000 دينار جزائري.